السلام عليكم وكيف طيح المايك. اوكي، السلام عليكم، معكم عمر وكابتن المرات. اليوم عندنا فيديو جديد. انتوا اكيد بتقولون عمر نحن كنا في سلسلة اليونايتد، شو حولنا على بريستون؟ اول شيء يا جماعة، دبري اقول لكم اني انا حدثت لعبة فيفا، فحاليا النسخة اللي يلعب عليها هي نسخة البلاي ستيشن 5، فلما انا حدثتها للاسف ان سلسلة مانشستر يونايتد راحت. يا للأسف الشديد، سلسلة مانشستر عادة أمجاد اليونايتد راحت يا جماعة، فراح السيف مالها خلاص. أنا حدثت اللعبة، ما أقدر أرجع اللعبة مرة ثانية، فقررنا نسوي كاري مود بس على المدى الطويل يا جماعة. يعني ممكن ياخذ لنا شهرين عشان نسوي كاري مود في هذا الفريق، أو ممكن حتى ما أدري. بس يا فحاليا ندخل على هذا هني ونسوي مدربنا عادي يعني، فاهم؟ يا فاهم يا المدرب اكيد بنسميه عمر. ما ادري ليش يا جماعة احنا كيف شكل المدرب. يا انا ما ادري ليش المدرب تقول لك انا في عصابة في في سنة 1890. انا ما ادري ليش سيد مدرب جديد. اوكي فاهم. يا فاهم يا لجن الإمارات، طبعا نادينا هو ما بيكون ريال مدريد. انا بس حاط في اللعبة ان ريال مدريد النادي المفضل، فاهم؟ يا عادي تبدون تتمسخرون علي بخسارتنا ضد تشيلسي، حتى لو مرت عليهم كيوم وايد. اليوم مباراة برشلونة ضد اتلتيكو، فاكتبوا توقعاتكم. فاهم هذا هو نادينا يا جماعة، بريستون. فاهم اسمه، خلينا نقرا المعلومات اللي مكتوبة هني فوق على اليمين. تأسس عام 1880 ويقع مقر بريستون نورث إند في بريستون. توج كبطل مرتين وفاز بالكأس المحلية مرتين، ويرجع اسم بريستون نورث إند إلى الأصل في الأصل إلى كلمة لا يقهرون، وقد قام بإنهاء موسم 1889 و 1888 بدون أي هزيمة في الكأس والدوري. يعني الصراحة خلونا، انا عندي ممكن معلومات هني ايضا في التليفون، ممكن اقول لكم اياها عن نادي بريستون نورثند. فنيا حاليا خلونا ندور على البوست اللي بسببه انا بسوي سلسلة بريستون. هو واحد من اجدم الاندية الانجليزية، وهم من مؤسسين كرة القدم في انجلترا، وهبطوا قبل 60 سنة من الدوري الممتاز، ومن هذاك اليوم ما ردوا الى الدوري الانجليزي. يا الفريق عنده مواهب وميزانيته ضعيفة كما تشوفون، ميزانيته 3 مليون. وأيضا بنحاول أن نجيب لاعبين يعني المتوقع مالهم أو البوتنشل كما يسمونه أن يكون أقل من 85، وأيضا أو أن يكون 85 على الأقصى، وأيضا أن نجيب لاعبين من الأكاديمية. فندخل إلى بريستون يا جماعة، ما بيكون في اي استحواذ مالي يا جماعة، عشان نقدر نطور الفريق يعني بشكل يعني ممكن ان يعتبر فير، يعني شوف فير بشكل عادل. بشكل عادل. اوكي يا جماعة، الحين عندنا يعني 3 بطولات مع بداية الموسم، كنت بختار افضل وحدة. وبطولة الموسم يا جماعة، بطولة ما قبل الموسم هني تعتبر مهمة، بمعنى يعني نحنا ممكن ان نحنا فريقنا يعني فريقنا ممكن ان فريقنا ميزانيته ضعيفة، ف I know how to deal with that. وفزنا في تعادلنا في المباراة الأولى اللي كانت بميتيلان، وخسرنا في المباراة الثانية. لا أقول بنخسر ضد هالفريق، لو خسرنا ضد هالفريق بتكون مصيبة.
وخسرنا. يعني ما كسبنا اي شيء بالضبط، يعني عنا 4 مليون مالتنا، وما يضع عنا انا عقد لاعبين. واو. خلينا نشوف العقود. طبعا عندنا عرض لحارسنا اللي طاقته 68، معروف. اوكي، اول شي يا جماعة، قبل ما نشوف هذول اللاعبين لازم نتعرف على اللاعبين اللي عندنا يا جماعة، لازم نتعرف على اللاعبين اللي عندنا. اول شي هذه هي تشكيلتنا. الحارس اسمه ايفرسون، طاقته 68، عمره 22 سنة. نايس، حارس عمره 22 سنة، طاقته 68، نقدر نوصل 70 هالموسم. وعندنا الجناح اسمه فاندنبرغ، عمره 18 سنة، طاقته 66، هو اصلا مدافع. عندنا هذا اللاعب عمره 22، 67 طاقته. نايس، يعني صدق اتوقع ان كلام حساب كريم، يعني اتوقع ان كريم مود فلنستا، يعني اتوقع ان كلام صح. الفريق عنده مواهب لان الحين، لا لان الحين اللي انا شايف ان اللاعبين اقل من 23 سنة، وهذا اللاعب عمره 24 بعد. نايس، هني الظهير عندنا 28، شوية خبرنا بقى في الفريق. 73 سينكلير، عمره 31 سنة، اوكي كبير. عندنا وايتمان عمره 24 سنة، طاقته 70، نايس. براون عمره 25، اوكي. هذا باكجين ما اعرف اقرا اسمه، عمره 27، نايس. وبوتس عندنا 26، طاقته 68. واما ايفنز في الهجوم طاقته 65، وعمره 31 سنة. عندنا ريس، خلينا نشوف المهاجم احتياطي احسن منه، وعمره 22، يعني نايس جدا يا جماعة هالفريق. يعني نقدر نطور باكستر، عمره 19 بس طاقته 52. هودسون 21، وهذا ايضا 21. فهذا الاستي الثاني اسمه ماجواير، وطاقته 26، يعني بحطه ممكن كمهاجم ثاني. وهذا ال RM 28 عمره، ما نبغى 35، 28، وهذا كم؟ 26، 32، 29، و27 عمره. بس هو أفضل، ممكن أفضل سي بي في الفريق، فاهم؟ يعني ممكن أحطه في الاحتياط. ما جوردن متوقع اني بحطه بدل هذا اللاعب لانه اصغر. فاهم، ليدسون عمره 22، طاقته 77. فاهم، انا افضل انه يكون بدل هذا اللاعب اللي هو براون. فاهم، يا حاليا يعني ممكن سوينا الفريق، وهذه هي تشكيلته ممكن تكون. فعندنا الميزانية، ممكن تصير عندنا ميزانية 5 مليون، أو يكون عندنا 10 مليون، لا ما بعد 10 مليون، 8 ملايين. تشوف كذي أفضل. فطاقم أكاديمية الشباب عندنا واحد تو ستار، تو ستار نوت غدر، مع السلامة، نحن أصلا ما نباك. أوكي، عندنا هذا بناخذه ونشوف الأكاديمية، نشوف الأكاديمية، خلينا نشوف الأكاديمية، إن شاء الله يكون في لاعبين جدا ممتازين هناك. أوكي، عندنا واحد طاقته 50، من 49 لين 67 إعفاء على طول. وأيضا عندنا هذا اللاعب من 48 لين 68 إعفاء على طول. هذا اللاعبين ممكن أخليهم ندربهم. هذا اللاعب هو أبرز لاعب عندنا في الأكاديمية، يقدر يوصل 83. نايس، نحاول نطور من التمرير والمراوغة عنده. وأيضا هذا اللاعب السي إم، خلينا نطور الإنهاء والتمرير. فاهم، حاليا خلنا نرسل هذا الشخص اللي ممكن يدور لنا لاعبين في وين بالضبط. خلي يدور لنا في فرنسا، اوكي، او بلجيكا، بلجيكا، هي بلجيكا.
ثلاث اشهر. ليتس جو، يلا روح بلجيكا. يا اما حاليا خلينا ندور على اللعيبه اللي نحنا ممكن نشتريهم، هم بوتنشال مالهم يكون اقل من 85 يا جماعه. خلينا ندور. لقيت مهاجم بيكون اسمه فابيو سيلفا يا جماعة. فابيو سيلفا اتوقع اني انا جربته، لا ما جربته، اتوقع اني حطيته في ممكن زي مراقبة 12 يوم بنتم مراقبة. اما في مهاجم ثاني وثالث ايضا، خلنا نقاويكم منوهم اذا يعني ممكن صفقة بيدرو ما راحت في السليم. تروي باروت معار، خلينا ندور على اللاعب الثالث جواو بيدرو. طبعا في مليون جواو بيدرو في الحياة يا جماعة. شوفوا اصلا في 4 جواو بيدرو في فيفا. خلنا ندور على واحد ستي صغير عمره 18 سنة، اتوقع انه هو هذا. يا نحطه في قائمتنا. خلنا نجيب مراقب ثاني اتوقع من الاكاديمية. يا طاقم اكاديمية نضيف مراقب ثاني، بيكون عندنا 4 مليون عشان نجيب 5 5 نجازف فيها. اشوف ايه، يلا نجازف فيها. 4 مليون 4 مليون ليتس جو. تعال عدد شبكة مراقبة هالمرة نخليه في فرنسا. الحين يعني جواو بيدرو فابيو سيلفا اسعارهم، جواو بيدرو سعره 4 مليون، كنا ممكن نشتري اذا ما حطينا هذاك المراقب. فابيو سيلفا ايضا سعره 3 مليون و600، يا ممكن اتوقع ان نحتاج ان نحط بعض اللاعبين اللي عندنا على تدريبات محددة، وايضا في بعض اللاعبين لازم نحط عليه. اوه الحارس طلع معار، اتصل للشراء. خلينا نشوف اذا نقدر نشتري ولا لا. مليون و500 نفس سعره. اوكي يا جماعة رسميا نحن ممكن اشترينا هذا الحارس تقريبا. يا الحارس اللي عمره 29، خلنا نسوي اضافة للانتقالات للاعبين اللي عمرهم ما اتوقع اكثر من 28، بس طاقته بتكون أقل من 70. في هذا اللاعب أكيد بنحطه على قائمة الانتقالات. فاندنبرج بيتم، بس أنا أشتري ما أدري هو معاه حتى هني. هذا اللاعب بيتم ننزلي أيضا معاه يا جماعة، عشان اللاعبين كلهم معاه تقريبا. نضيف هذا اللاعب على قائمة الانتقالات، هذا بنخليه قوي. هذا هل نبيعه ولا لا؟ ما ممكن اخليه. هذا بنخليه سينكلير، انت ممكن افضل لاعب في الفريق بس بنبيعك. جوردون هذا ايضا معار. كل اللاعبين معارين لبريستون يعني. هذا لا بنخليه صغير. هذا جين نحطه في قائمة الانتقالات. ما بيتم الكام، هذا ممكن يتم. اما هذا بنبيعك، بودين بنبيعه. مهم عندنا هذا مولت بنبيعك، ماجواير بنخليه، ايفنس بنخليه. فاهمين ايضا في لاعبين عندنا اوريدي هم في العار يعني.
اوكي يا جماعة، فهمت. سيسكب لكم من يوم، ولان عدنا بنبدأ الشامبيون شيب يا جماعة، بنبدأ اول ممكن. او صح، الحين راح من اللاعبين يبا انه اوكي لاعبين بعد ما زادت طاقتهم. واو، اثنيناتهم نزلوا. اعفى اعفى اعفى، انتوا اثنيناتكم ما نباكم، فهم كلهم نزلوا في البوتنشال مالهم. حرام والله، فهم ساي خطة التطوير لبعض من لاعبينا. افرسن حط حارس متقدم، والحين بنصير فاض مع افرسن عشان نشتري، يا عشان نكون رسميا ان تعاقدنا معاه. هو يبغى يكون هام، اكيد بتكون هام. الحين كم سنة بيكون عندنا؟ نضيف 4 سنوات عندنا، نايس. 4 سنوات بيقبل الشوط الجزائي، اوكي. ومكيد يبغى اشياء. وإيفرسون رسميا صار لاعب منا نحن، كان هو في ليستر بس الحين هو لاعب منا، لاعب في ليستر او في بريستون اند روفر نورث اند. يا يبغونا اخلي الان براون بوتسي على عرض بنبيعه، وهامينغتون على عرض بنبيعه، عشان يعني ممكن نجيب فلوس. يا حاليا يعني اكيد يبغوني ادخل. يا اذا بنطلع، او ماي جاد، سنمنحه كل ما لدينا ان شاء الله بنصعد. سيكون جيدا الفريق الحارس اللي اشتريناه من العارة. نحن بحاجة للمال يا سينكلير، ستكون بحال أفضل، وستكون بحال أفضل. يعني في لاعبين أنا صرفت لهم يعني، إلا سينكلير، قلت له على طول يعني نحن نبغى فلوس. فاهم يا جماعة، نسيت التشكيلة. ماجواير بيكون أساسي، جونسون بيكون أساسي، براون بيكون أساسي. كذي هاي التشكيلة ممكن تكون لأول مباراة. ليتس جو. اوكي، طبعا من التحديثات اللي موجودة في فيفا 21 نسخة البلاي ستيشن 5 ان الكورة اللي نلعب فيها كرة دوري الابطال. كيف نلعب كرة دوري الابطال يعني؟ كيف؟ بس من التحديثات ايضا ان ما في حماء، على طول ندخل المباراة. ف يا نلعب اول مباراة لنا ضد ديربي كاونتي في ملعبهم. ليتس جو. طبعا التحكم مختلف يا جماعة بشكل مو طبيعي الصراحة. انا ممكن لعبت ضد سيف، وها سبب، وسيف هو السبب اللي خلاني احدث النسخة عشان ما اقدر العب وياه بدون نسخة محدثة. طبعا التحكم مختلف جدا، الجهاز يهتز، الجهاز نفسه يهتز عشان العب باس، واذا لاعب كسرني وعشان العب باس. وهي التسديده والهدف الاول. 1-0 1-0 من مهاجمنا ماجواير يسجل الهدف الاول. ماجواير بس مو ماجواير مانشستر يونايتد، هذا ماجواير بريستون. الهدف الاول 1-0 لمصلحة الفريق. صراحة ارقامهم خرافية، شكلي بشتريهم في الحقيقة. هدف اول لمصلحة بريستون روفرز، بريستون نورث اند، مو بريستون روفرز ولا بريستون سيتي، بريستون نورث اند او بريستون بس اسمه بريستون. شو بريستون روفرز عمار، اسمه بريستون بس، هذا اسم الفريق.
اكيد التوفيق انت ما لورانس تعرفش شو اسمه. لورانس، الكرة اتوقع بتروح، انطلاقة سريعة بالكرة، تمريرات. يتقدم فيها، يلا يا براون، يلا يا براون، يلا يا الكرة بتجمع، الكابتن. الهدف الثاني، الهدف الثاني من براون، شفتوا المرمى، اللاعب رقم شفتوا الجو، 8 شفتوا يسجل الجو، الهدف الثاني. السماء يا 2-0 سماء، في نهاية الشوط الأول مع الأطقم الجميلة اللي لابسينها. شفتوا الجو، أوكي، تشوف الكرة هيا البينية نرمي الكرة حلوة بشكل سريع، هدفنا والتسديدة في كابتن، هدف الشباك. أجمل الهدف من الثاني التسديدة من القوية، بريستون. هدف الله مباشر عليكم يا للشباك. بريستون، نلعب كرة دوري الأبطال في الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية، بس يلا عادي. الهجمة المرتدة الآن، نظرة ممتازة للملعب، مايك عارف لروبرتس، روبرتس، 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 تسديدة برافو تتخلص حارس من الحارس. المرمى، تعامل في الموقف، في التوقيت المناسب، مايك موقف عرضية الواحد، كرة خطيرة وخلص تجلس تسديدة، الفارق، لا يسدد لا الله، يسدد. اخترنا اوكي تسديدة، تخلصت من الدفاع، وكأنه ردت حارس في دور ردت قفاز، يضع جسده في مواجهة تسديدة الكرات، لكن تصدي تخلصت من من الحارس، الحارس. مزرعة الكرة خطيرة، اوكي 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 ديربي كاونتي فريق يا خطير، تدبر الكرة التصويبة، تتخلص. كرة يفقد شنو جماعة هذا؟ تدافع شنو اللي الخصم، صاير؟ شنو اللي كرة بين صاير لك؟ يدي حارس اوكي المرمى، واحد الحاسم. اوكي عدل جناحنا. اوكي يلعب الماجواير، يلا ماجواير، كرة يلا متاحة ماجواير، للتسجيل، ماجواير تسديدة، ينقذ حارس يلا المرمى شوت، يلا لكنه شوت. خطيرة، لكن عاد بالتأكيد في خطر وجود في الأمام. الحكم اكيد بيقول يعني نحن نلعب في الفريج ولا شو؟ جونسون انت شو تسوي بالضبط؟ مع زيادة هطول الأمطار، ظروف صعبة جدا على الفريقين، لكن الفريق الأكثر احتيادا على مثل هذه الظروف قد يستغلها اوكي لمصلحته، يلا يأتي يلا فيها يلا بالمرور، يلا الهدف يأتي من الثالث، فوق الحارس الهدف الشباك، الثالث من براون يسجل الهدف الثالث. براون يا لعيب، براون يا لعيب، هذا لاعبنا المستقبلي خلاص، هذا اللاعب اللي ممكن طول خلي طاقته 90 يا جماعة. فبراون يسجل بهذه الهدف الكرة الثالث، من فوق 3-0. الزمام، شوف الكرة في الكرة كيف الشباك، راح، شوف مرمى كبير التسديدة في في اللحظة الشباك، الأخيرة، سجلها اللاعب براون. الحكم ملعوب جام، اللاعب خذ سيدي دايك الكرة، فقط، واطلق الحكم صافرة يلا النهاية، روح كرة جونسون، مرتدة في روح هالخطورة، جونسون، روح العب الثلاثة الماجواير، للأمام، ماجواير، الهجمة الثالثة ماجواير، للأمام، يسجل الهجمة الثالثة الرابع، للأمام، ماجواير يسجل الرابع. 4-0. الهجمة الثالثة صح انه مهارة سيئة جدا يعني، بس سجلنا الهدف الرابع. شوف حاول يروغن الحارس، روغ الحارس وسجل الهدف الرابع. 4-0. ماجواير اكيد ممكن اكيد يكون مهاجمنا الاساسي. فام تتاي المباراة بنتيجة 4-0، فزنا في هذه المباراة. طبعا اذا انتم بتسألوني على الصعوبة، الصعوبة اللي يلعب فيها هي محترف. فام فزنا في هذه المباراة، وأما سوانزي وكاردف بعد في الشوط الثاني متعادلين 1-1، مو بمهم بالنسبة لنا. فاهم يعني؟ مين في واحد يقول لي بلا 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 بلا؟ اوكي يعني يقول ان يباني العبه وهالاشياء، فاهم يا احلى. هاي قبل اليوم بات ويكومب، فبعنا بوتس، عدنا عرض لبعض من لاعبينا، مولت المهاجم الثاني، نقبل هذا العرض ونقبل هذا العرض ايضا، هذا اللاعب نقبل عرضه ونقبل العرض الثاني ايضا. باعوا بعض اللاعبين اللي عندنا، صارت ميزانيتنا في التمام، تمامين تمام وقت الحين، ميزانيتنا رجعت 3 مليون. خلينا نشوف الحين نحن وصلنا تاريخ 13، لا تاريخ 13 بعد مبايتين. يا اتوقع انا بسوي سكيب لهذه مبايتين، بسوي سكيب لهذه مبايتين، بسوي سكيب لهذه مبايتين. ويكم فزنا عليهم، اوكي نايس. اما في الكاس فزنا، نايس. يا فزنا في الكاس وفزنا هني ايضا. يا عرض لبعض اللاعبين اللي عندنا، الحارس هذا اكيد بنقبل،
بودين من قبل العرض الأول، العرض الثاني أيضا من قبل. جوردن يشكرني و رافيرتي يبغى يلعب ف يا حاليا خلينا نشوف شو أول تحديث مراقبة شهري. إن شاء الله يكون في لاعبين ممتازين. هذا اللي من فرنسا. لا لا نايس، 325 ألف، وني 190 ألف. لا 400 ألف بس بوتنشال. هذا 100 ألف. لا وهذا 425 ألف. نايس. يا أخي حاليا نشوف اللي جايبلنا من بلجيكا، وهذا شكله alright بس يا بناخذه. هذا لا، هذا بعد لا، وهذا أيضا لا. يا حاليا خلينا نشوف منو الأكاديمية. حاليا منورين 3 لاعبين اللي في الأكاديمية. يا كلهم ممكن انهم يصعدون ل، بس لازم نحط لهم شو اسمه اشياء. هذا خليه يتعلم على التمرير، وهذا اللاعب الثاني ار ام هو تعلم المراوغة والتمرير. وهذا اللاعب اللي هو ال دبليو. واو يعني تتعلم على التسديد شوي، تطور من نفسك فيه. يا شدوا الهمة يا صغاري. اوكي فحاليا بنحاول نتعاقد مع اغلب اللاعبين المعارين عندنا. يا اول لاعب معار، خلينا ندور على اللاعبين المعارين عندنا. فاندنبرج، صال الشراء. حاليا احب اكلم يورجن كلوب عن هذا اللاعب. يا كم نعطيكم بالضبط؟ 1,500,000. هل تقبل يا كلوب؟ 1,600,000. نايس كلوب، نحن خذينا لعبكم منكم. هذا اللاعب ايضا عارة، هاللاعب عارة، هاللاعب عارة، و هذا مو بعارة بس. يا ممكن عندنا 3 لاعبين عارة بنحاول ان نشتريهم. بس منو نشتري اول؟ اتوقع ان اصغر واحد بنشتري اول فهو جوردن. يلا يا جوردن نباك في نادينا بمليونين. انا اعطيه 1,300,000 ممكن يقبل ايفرتون. وات، اللعب راح على طول. كمان انشيلوتي راح على طول، حرام عليك يا انشيلوتي. فاهم يا حاليا نتعاقد مع فاندنبرج رسميا. فاهم يا انت شو مكانك بيكون هني؟ هام فاهم، يبقى عقد 5 سنوات هني. اكيد بنعطيك عقد 5 سنوات ان شاء الله، بدون شرط جزائي، بدون شرط جزائي. واما لا اخر شيء يبغى راتب 3,200. وفاندنبرج رسميا تعاقدنا معاه، هو لاعب لبريستن ايفرسن وجوردن كنا نبغى بس عاد رفض. يا حاليا يا جماعة بنحاول ان نبيع لاعبين اكثر يا جماعة، عشان ان بكل اختصار ان نقدر ان نطور من فريقنا اكثر. الان وصلت الفيديو اول حلقة من كاري مود بريستن، الان وصلت المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا. لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معاكم عمر، مع السلامة شباب.